المأساة. برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة. وتدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية. يأتيكم كل أحد على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء، اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر على إذاعة وطني، حيث سنناقش هذه الأمسية موضوع من الموضوعات التي تتعلق بالمأساة. بداية وقبل أن نشرع في هذه الشهادة وهذه الاعترافات، الواحد من الجزائريين اللي كان في الجبل وكان عنده علاقة بما يحدث في الجزائر، بيودي هو أن أترحم على كل الضحايا نتاع المأساة الوطنية في الجزائر، وكما أحيي كل الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا على إذاعة وطني. أطلب من كل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا هو أنه ينقلوا الرابط نتاع إذاعة وطني على صفحات نتاع الفيسبوك حتى يستمع أكبر عدد من الجزائريين والجزائريات لهذا الشهادة. بداية الأخ الكريم، مرحبا بك على إذاعة وطني، تفضل شغل الميكروفون. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية الأخ الكريم، المستمعين والمستمعات اللي راهم يتبعوا فينا على إذاعة وطني، هو أول شيء هو أنه لازم يتعرفوا عليك. بداية هو أنه ماذا بيك على جل باش تعرفنا بالشخص نتاعك؟ يعني أنا من بلاد قبيل تيزي وزو، عبد الحكيم. عبد الحكيم من ضمن الجامعة الإسلامية المسلحة. اصبرني نجيو وحده بوحده. انت قلت لي عبد الحكيم. عبد الحكيم من المنطقه نتاع تيزي وزو. منين من المنطقه نتاع تيزي وزو؟ تيزي وزوفيل. في تيزي وزوفيل. لو نون دو فامي نتاعك ممكن نعرفوه؟ يو دي نون فامي تاعي، انا كنت مفقود. دونك شوف، عندي ابوز، ما عندي دي تليفون واسم المخابرات الجزائريه، راهم يبرحوا لي واسمو شو، معيطوا لي في التليفون اي جي ابلي ميم لي سيرفيس دو رانسينمون فرونسي لا دي جي اس او بلي مناس نتاعهم. قال لك يا ودي شوف، تبلع فمك ولا نقتلوك كي صحاب. اسمح لي الاخ عبد الحكيم، شوف دوك حنا نجيو هذه الامور. بدايه هو انه نعرفوك انت قبل، يعني درك هذا المستمع اللي راهو يستمع ليك لازم يعرفك، ومن بعد نبداو نحكيو حنا كيفاش نتايا دخلت لهذا الجماعة المسلحة، وكيفاش من بعد نحكيو على هذه التهديدات وهذه التفاصيل نجيو ليها فيما بعد. لازمنا نمشيو كيما يقولوا خطوة بخطوة. البداية نتاعنا هو انه نعرفك. انت قلت لي باللي عبد الحكيم من المنطقة نتاع تيزي وزو، ممكن نعرفوا لو نون فامي نتاعك؟ نون فامي سي عموري حكيم، عموري عبد الحكيم من لاوتفيل، وكنت مفقود. اوكي، كيفاش مفقود؟ كيفاش مفقود الاخ حكيم؟ مفقودين. جو المخابرات على 12 تاع الليل، دارونا الشكاير في الراس وغمضونا عينينا ودونا للسيكتور مينيتير. كنا في دون كازير مينيتير، سان سيكتور مينيتير يا كو دي سيفيل على الانتيريور. اوكي، واش من سنه هذه الاخ حكيم؟ واش من سنه هذه؟ في افريل 96. في افريل 96 جو المخابرات هزوك، داروا لك شكارة على راسك، ومن بعد الدوك وين الدوك؟ هزوني مش وحدي، مع صحابي كاع. فشحال انتم كنتوا؟ كنا واحد بين عشرة، وكانت جماعة
جماعه تاع الناحيه تاع الناحيه تاع سمح حنا كنا نخدموا مع دو جروب، كنا نخدموا مع زوج جماعات، جماعه تاع تيزي وزوفير وجماعه تاع سيدي نعمان سي كوتي دو سبربر سي اسمه كيما يسموها ميزرانه. سمح حنا كنا منظمين زوج جماعات. انت كنت في جماعه مسلحه؟ وحنا كنا منضمين من 94 كنا منضمين جماعه اسلاميه مسلحه. هاي تعجيه. هاي نتاع الجيه. اوكي هاي انت كنت كنا نخدموا مع واحد الجروب تسمى موش نتاع تيزي وزوفيل اللي يخدموا في جهه تاع ميزرانه. هاي لا هاي ومن بعد كي طاحوا جماعه نتاع اتصال في تيزي وزو اتصلوا بينا. اتصلوا بينا حصلوا. كان واحد الاخ راه معقب 3 سنين حبس بلان في لابريزون تاع تيزي وزو. كان قضيه اسلاميه وكانت اصحابه كاع بس معقبين 5 7 بور بس مو ما على باليش واش تبعوا لهم هكذاك. دونك راه كي طاحوا هذوك اتصلوا معنا جماعه واحده اخرى وكنا نخدموا مع دو جروب مع زوج جماعات تسمى كنتو اخ عبد اوامر. ثم كاين اوامر ديفيرون، كاين الامير وكاين الامير، كاين دو جروب ديفيرون. دونك هيا ومن بعد حصلنا، هاي حصلنا كملنا الخدمه معاهم، خدمنا لقينا باللي تسمى حبوا يصفوا كاع لا كابيلي يفال اكزيكيوتي تو مان. دونك راه ما على باليش انا واش من الامر باش تقتل الشعب ولا باش تقتل تو لو موند سون 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 بلا ما تحقق بالعبد هذاك. اخ حكيم شوف الاخ الكريم، شوف كاينه بعض الامور لازمنا نمشيو معها واحده بواحده حتى باش نفهموا الكلام نتاعك نتايا، لانه انت دوك انت راك تحكي في اشياء اللي انت عشتهم الناس ما عاشوهمش وما يعرفوهمش، وبالتالي ما راهمش رايحين يفهموا الكلام نتاعك، خاصه من هذا الجينيراسيون هذو اللي راهم ما عندهمش حتى علاقه بالمأساة. انت دوك تقول له جيه هو ما يعرفهاش. احنا دوك شوف في البداية نعرفوك ونعرفو كيفاش انت التحقت بهذه الجماعة المسلحة وكيفاش قلت لي انت يا دوك خطفوك انتو على جهاز المخابرات. من بعد نجيو للتفاصيل، ما نقدروش احنا نروحو مباشرة نحكيو على اشياء صراو في 2000 ولا في 2015 الور كو احنا مازال ما فهمناش البداية. لازمنا نفهمو البداية ومن بعد نجيو واحدة بواحدة. انت دوك قلت لي اصبرني الاخ حكيم. اخ حكيم اصبرني شوية. اخ حكيم اصبرني شويه. شوف انت درك راك قلت لي باللي الاخ حكيم انت راك من المدينه نتاع تيزي وزو، انت راك التحقت بالجماعه المسلحه في سنه 1994 هكذا. انت علاش التحقت بالجماعه المسلحه؟ يا هل ترى انت كنت عنصر منخرط في الجبهه الاسلاميه؟ يا هل ترى ما عندك حتى علاقه بالحزب هذا؟ فهمنا انت بدايه كيفاش دخلت انت في الجهه هذه. بداية حنايا ما عندنا حتى علاقة مع جبهة الإسلامية للإنقاذ. اوكي. ما عندنا حتى علاقة معهم. ما عندنا حتى علاقة معهم، حنا كنا الشعب، حنا كنا الشعب مريحين في الحومة. راك تعرف واسمو لي زاني نوار، ما كان خدمة، ما كان يان دي تو. حنا كنا دي فوايو ب ب سان غومو فوايو ميلاج نعم جودي. تسمى حنا كنا دي فوايو. هيا اتصلوا بينا جماعة. شكون هاد الناس اللي اتصلوا بكم؟ اتصلوا بينا جماعة تسمى مع واحد صاحبنا مع جماعة تاع بويرة ملاقار عمر. جاو عندنا، جاو لتيزي وزو، هما مخابرات. انا شميتهم في الاول بلي مخابرات. باسكو شوف جاو قصدوا، جاو داو كوابس، جاو زوج كوابس. قال لك يا ودي حنا واش مسخينا كوابس باش نخدموا بهم لي براكاج. جاو داو زوج كوابس 3 شهور عاودوا ولاو. قال لك يا ودي سحقينا كوابس، زدنا كرا لهم 3 كوابس. شريتو لهم انتم كوابس؟ ها انتم شريتو لهم الكوابس ولا كيفاش؟ تسمى حنا كنا دي فوايو، حنا سراقين. تسمى نسرقوا الديار اللي واش مخدمنا واحد كابيتال في نوفل فيل، دينا له كابوس من داخل الكوزينة، لقيناها في الحجرة تاع الكوزينة، خدمنا بزاف. تسمى حنا سراقين. اوكي. دونك بعنا لهم كوابس. الرونديفو الثالث عاودوا ولاو. قال لك يا ودي سحقينا كوابس ولا عندكم. نطق صاحبي.
انت بصاحبي هذا تسمى الشيف دو جروب، راه نعم، مفقود، راه ميت خلاص، وش اسمه اسمه هو فيه. هذا؟ يسموه فريد تيفون، راه جاري اوكي، فريد تيفون، هايو فريد تيفون جو جماعة يعني هذو، جو جماعة هذو اللي كنت انت تعتقد من انهم المخابرات، طلبوا منكم على جل باش تبيعوا لهم الكوابس. اوكي، من هيا تسمى تعمل لهم كوابس. هايو رونديفو الثالث جاو يدوا سلاح ينطق صاحبي، قال لهم يا ودي احنا ما عندناش فابريكا تاع سلاح، ما عندناش فابريكا تاع سلاح، اوني با دي ترافيكون دار. ديجا ديجا الكوابس يفكرنا لكم زوج ولا ثلاثة تسمى ديفيسيلمون. عندك واحد فيهم، عندك واحد فيهم بالمستاش وعنده برايت رو، باين بلي مخابرات، فاشا تاعو باين بلي مخابرات. قال لك يا ودي احنا مش بندية، احنا جماعة إسلامية مسلحة. انت كومبخي شو جي دو با؟ نعم، تسمى اي سي روفونتي، قال لك يا ودي احنا تسمى جماعة إسلامية مسلحة، فوالا تسمى احنا تسمى هذا السلاح اللي بعثوا لنا ماشي باش نسرقوا بهم ولا كذا، منا تسمى ديستينين للجبل. نعم، مدوا لنا خيط، مدوا الخيط لواحد صاحبي يسموه محل كحل تاع بو خالفه، ديسباريو ديسباريو محمد الكحل بالسيرنو نتاعو ديسباريو. ما جماعه ما كانش مفقودين الدرك، او ما عطاو لهم يا واسمو يا 5200 وبالخوف. نعم، ديجا فريد تيفون فاميلتو، شوف حكمو الشاف وهضرت مع خوه الكبير مع خوه الصغير هذاك، قال لي يا حكيم مدوا لنا امر نتوما تروحوا تفاصوهم في لاميري بوغ انكوسي لو شيك. هو تلمو خاف خاف ايز انكوسي لو شيك دو 180 مليون دينار. شوف اي ام نهار اتصلوا بينا ما شفناش النهار الابيض نعم، يا اخي، كنت جماعه ما فلتريه وكنا نخدموا في العمليات وكنا اسمح لي اسمح لي باش نجو وحده بوحده. انت دوك الان هما فهمت باللي انتم في البدايه كنتوا عباره عن شباب بطال ماهوش يخدم، بالتالي انتم نعم كنتوا تلجؤوا للسرقه وكنتوا تلجؤوا الى امور مخالفه للقانون ومخالفه يعني التقاليد نتاع الشعب. هذا الناس هم استغلوا هذاك الوضع نتاعكم، اتصلوا بكم من اجل التجنيد نتاعكم داخل جماعه مسلحه. هايو دوك انتو اسمح لي، انتم في ذاك الوقت كنت على بالك بهم باللي هما من المخابرات ولا عرفتها فيما بعد؟ عرفتها فيما بعد. اوكي اسمح لي اسمح لي، احنا دوك نجيو مع التسلسل هذا. اخ حكيم طاوعني شويه، اخ حكيم قلت له رحمه الله، قلت له يا فريد اقسم بالله جاي شوف راهم مخابرات، راهم باينين باللي عندهم اللي عندهم الوجه نتاع الطواغيت موش اخوه. قال لي يا ودي خليهم فوق نحوسوا نفهموا مليح، ولا مخابرات نعم، ولا مش مخابرات. هو بعد فريد مسكين بس مش رحمه الله، الله يوسع عليه، سلموا بنيه بالنيه تاعو تسمى دخل تسمى دن الامير، هاي الامير ضمن. قال له يا ودي احنا ما عندناش مخابرات معانا وكذا ومنا، وما تخافش وراك راك مع اخوه وحنا جند وكذا ومنا، وحنا جهاد في سبيل الله وكذا ومنا، هاي نضمن. مي انا كنت شميت فيهم الريحه. انا كنت في الشرطه في 94 مقبل ما يتصلوا بينا بالجماعه الاسلاميه المسلحه، كنت خادم الشرطه، كيفاش كنت خادم خادم البوليس تاع البنيان. كيفاش تخدم؟ كنت البنيان. كنت شرطي ولا لا؟ كنت في السطاج. اوكي، كنت في السطاج تاع البنيان، دفعة أوت 1 أوت 94 دفعة نتاع البنيان. سي دي جون دي زاجون دو ريشيرش، دي زاجون دو ريشيرش. ها، كانت الدفعة نورمالمون سي 18 mois تاع فورماسيون، يافي ان ستاج اكسيليري دو 6 mois. هاي خدمت 20 يوم وليت صاحبي سمع باللي راني في لابوليس، عاودت اسمه خرجت من مدرسة الشرطة، درت ديزيستمون، خرجت لحقت البلاد واسمه حقت لتيزي وزو. لقيت صاحبي قال لي وراك؟ قال لي ما كنتش حكيم مراك ما كانش نشوفه. قلت له داني في الشرطة. قال لي شو اقسم بالله غير تموت. قال لك يا ودي راهم غير هنا، هيا حبس خلاص.
حبست من الشرطة ودخلت انت الجماعة المسلحة. انتما النشاط الان، الان سامحني الاخ حكيم، انت الان في هذه المرحلة راك دخلت انت للجماعة المسلحة، وش هي الاماكن اللي كنت تنشط فيها؟ احنا كنا في الاماكن تاع تيزي وزو، في لاكابيني كنا نشطوا، في لافيل كنا نشطوا الجهه تاع سيدي نعمان، جهه تاع ابو خالفه، جهه تاع مزرانه، جهه تاع تلبونان بني دواله، كانوا اخوه، كانوا ما مجمع اللي خطفوا معطوب، كانوا يباكوا عند صاحبي 150 متر جوبا. نعم درك نجيو لهم هذو. درك اذا المناطق اللي كنتوا تنشطوا فيها، كنتوا تنشطوا في المنطقه نتاع تيزي وزو والمناطق المجاوره لها، وش هي الاعمال اللي كنتوا تقوموا بها؟ احنا كنا نمدوا معلومات، وكنا نعسوا، كنا نمدوا معلومات على الطواغيت، وكنا نمدوا معلومات على المرتدين، وكنا نمدوا معلومات على الشعب اللي يخدم مع الحكم، وكنا نمدوا المعلومات اللي زومبي سكار. المعلومات هذو اللي كنتوا تجمعوهم لمن تمدوهم؟ كان فريد يمدهم الامير. شكون هو هذا الامير؟ كان امير نتاع الناحيه تاع ابو خلفه، كان يسموه محمد رحمه الله، كان محيدين رحمه الله، كان محمد رحمه الله. استشهدوا دارو امبيسكاد، نردموا للحبس بس حرقوا باراج قدام الحبس نتاع تيزي وزو، وتبعوهم الجهه تاع الواد تاع سيدي نعمان، وطيحوهم تم العسكر حتى في الوقت الصباح رصاص يخبط. هاي استشهدوا بين ربعه فيهم، كان الامير محيدين، كان محمد نائب الامير، وكان زوج اخوه معاهم. هاي قلت لهم كاع، هاي كي تبدلت الامير جابوا امير واحد اخر، جابوا امير براني. شكون هو هذا امير؟ هو علم ما نعرفوش. نعم فريد اللي يعرفه. هاي ومن بعد اتصل بي انا، كي داوني المخابرات. كان المخابرات تسمى، انتم في المرحله هذه كنتوا تقوموا بجمع المعلومات وتعطيوها لهذا الامير تاعكم. جول هما يضربوا برصاص، هما يضربوا، يجيبوا لي زومبيسكار، يحطوا بومبات، واسمو يقتلوا عباد، يقتلوا الطواغيت، يقتلوا قدام. ثم تجي كلاسيك، ثم تخطيط عمليه، وتسمى العمليه هذيك شكون اللي خططها؟ يا بوس من خططها انا يا اخي. خلينا ذوك، احنا حبينا نعرفوا وش هي العمليات اللي كنتوا تقوموا بها في المرحله هذيك، وش هي؟ ترى قلت لي مثلا من بين هذه الاشياء اللي كنتوا تقوموا بها هي جمع المعلومات واعطائها للامير، وش هي اشياء واحده اخرى؟ قال مثلا يا هل ترى كنتوا تقوموا بحواجز مزيفه، يا هل ترى كنتوا تقوموا بعمليات نتاع مداهمه، نتاع قتل، نتاع تفجيرات، وش هي الاشياء اللي كنتوا تقوموا بها في المرحله هذه؟ نتاع قتل وتفجيرات. قتل والتفجيرات، وش هما التفجيرات مثلا اللي انت على بالك بهم، باللي تعرف الناس اللي كانوا معاك مثلا هكذا، تقدر تسمي لنا بعض الاماكن ولا عمليات اللي على بالك بهم انت؟ يا ودي خدمنا عمليات تيزي وزو، طرطقناها كاع، قتلنا عباد، قتلنا اخوه مرتدين، حطينا بومبات، قتلنا بوليسيه، قتلنا الشعب، قتلنا تسمى راه في بلان دو تروك، تسمى راني عندي، تسمى شوف، تسمى ماشي ملي قرصت، ماشي ملي حطيت، مي كومبليس، يا ودي شوف، هذه تسمى بيني وبين الله، تسمى شوف يوم القيامة نتحاسبوا كاع اللي كريم هذوك. نعم. وبداو منا، دونك شوف هذوك، واسمو المشكل ماهوش أنا. درك نجيو، راني أخ حكيم، راني فاهم، اسمح لي. راني فاهم على جال باش نحوس نمشي بالمنهجيه، باش فيما بعد انت راك رايح لي مباشره تحوس تحكي لي على المخابرات، هذيك نجيو ليها فيما بعد. حنا دوك في البدايه نحوسوا نعرفوا البدايه، باش المواطن اللي راهو يسمع فينا يعرف البدايات، من بعد يلحق للنتائج. تراك رايح توصل لي، تحوس تروح لي مباشره للمخابرات، باللي راهم هما اللي داروا هذه نتاع الجيه ونتاع كذا ونتاع كذا، هذه دوك نجيو ليها فيما بعد. حنا ما كاش منها هما داروا الجيه، ما كاش منها هما داروا جيا وقدام منا، ما كاش منها جيا، خلقت جيا، خلقوها جيا، خلقت القياده نتاع بليده، هما اللي خلقوا جيا، ومن بعد لو بوفوار ارجيان الى اون بروفيتي بور نوز انفلتري. هذا ما كان، اون انفلتري.
نعم اصبرني دوك نجيو لها. اذا الاخ حكيم مش اللي فهمت منه هو انه نعاود نزيد نكرر من انك انت قلت باللي راك من المنطقه نتاع تيزي وزو، كانت عندك ظروف اجتماعيه ماهيش مليحه، استغلوا ناس الظروف هذيك الاجتماعيه نتاعكم، اتصلوا بكم جندوكم من اجل على اجل باش تنخرطوا في هذه الجماعه الاسلاميه المسلحه، وقلت باللي انت نعم. ما عندك حتى علاقه لا بالجبهه الاسلاميه ولا حتى بالتدين، كنت في ذلك الوقت سامحني على العباره ما كنتش يعني انسان ملتزم، ما كنتش، بل انت راك قلت باللي كنت في تلك المرحله كنت فويو، انت ذكرك دخلت في هذيك كنا دي فويو، كاع ليكيب تاعنا كنا دي فويو، الناس كامل اللي كانوا معك كانوا دي فويو. كاع ليكيب اللي فتقوهم شو اللي راهم مفقودين للفقه بين خمسه فيهم، شوف نحي غير الجماعه تاع اللي داو معانا اخوه بس مدينين واصحاب دعوه ما شاء الله وكذا منا كانوا معانا داخل تسمى الله غير. نعم احنا جماعه تاعنا بين خمسه، كاين فريد كيفون، نعم كاين علي لامهان، كان نعم ابراهيم، كان محلكحل، وكان جمال جروسيست، جمال يبيع في الجطله، جاو بعثوا له بريه، باللي يموت القتل تخدم في المخدرات وكذا منا راحوا يقتلوا، نعم راحوا يقتلوا على جمال يبيع المخدرات وجروسيست جروسيست تيزيوز وكاع يعرفوا الناس. هاي بعثوا له بريه، هذا الجماعه اللي طاحوا بخمس سنين وسبع سنين وكذا من اخوه يعني اخوه للتيزيوز وكذا مخوفين، شوف يسمعوا طلقه شكون، شوف يسمعوا رصاص شوف يهربوا للدار وشكون اللي قابل يقابلوا، احنا بالبنديه عرايه يقول لك اسمه زرابط، وشوف راح نحقها للامير، واحد الاخ هنا، واحد الاخ لقيته هنا، لقيته في لاموسكي تاع جين فيلي في 99، شوف راح نحقها للامير في 95، راح قال له راكم تخدموا مع الزرابط، مازالهم يديروا في المخدرات ومازالهم في الحانات وبسرقوا وبداوا منا. يوم بعد الامير، حكم فريد، رحمه الله، قال يا ودي الناس تطلع عليكم مازالكم في المخدرات ومازالكم في الحانات وبداوا منا، قالوا فريد يا ودي اتقي الله ما راناش بداوا منا جبدنا روحنا خلاص. شوف يمنشروا فينا، شوف يقطعوا فينا، ما عندهمش الكورات، خوافين يا اخي، انتم تمدوا في الاوامر يا اخي، انتم راكم على السنه وبداوا منا وتقولنا في الجهاد وكذا منا، ومن بعد تقول لي زربوط انا، ولا تقول لي مازالين ندور في الحانات، وانا ولا نخدم اكثر منك، انتم خوافين، تطلق طلقه كاع يهربوا للدار، يبلعوا الديار، ومن بعد وهما اللي يمدوا الاوامر، وحنا تفر فينا، راك تشوف وين تفرط فينا، قلت لك شوف اصحابي وراهم كاع ماتوا يا اخينا، كاع قتلوهم ايزي تورتيري، قعدوهم على القروحه شاك، واحد عز الدين اخر، بس اخينا اخ ما شاء الله سني رحمه الله، بس ربي الله يوسع عليه، اقسم بالله كي جابونا الجماعه الثانيه هما طيحوا الجماعه اللي كيب الاولى، جابوا الجماعه الثانيه ومع طيحونا احنا، وصار كنا معسوسين 15 سنه، كنا متبوعين بالمخابرات ما على بالناش. دخلت لا دوزيام ايكيب، اقسم بالله اخ عز الدين ينطقها، قال لك شوف يا الاخوه، اللي عنده حاجه ينطق، راهو على بالهم كلش، راهم نحاولوا كاع دروسي، اقسم بالله نحاولوا دروسه كاع، وينطقها ويقولنا يا اخوه ما تزيروش، تي با لا بان تعصص معاهم، انطق كلش، راهو على بالهم كلش، دونك راه بالكلمه هذيك راهو على بالهم كلش، واش حاب يقول؟ شوف كان عندي رونديفو في الجبل، واحد الخطره كنت معاه فريد، طلعنا باش نخطوا العمليه، انا قعدنا نقصروا، كان مع واحد، جا واحد الاخ براني، جامي شفته في الليكير، انا قعدت معاه، قلت له انت يا هو يسموه محمد اسم الجهاد زكريا، زكريا ممدية هو، نعم الجهاد تاع ممدية، قلت له يا اخي انا كيما طلعت للجبل انت؟ قال لي انا عسكر، قال لي انا جيش، قال لي هارب بالكازيرنا، وهرب بالباكتاج، وهرب بالكلاش، وهرب بكلش، تسمى اكتيف ما 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 من لا ريجون نتاع مدية، نتاع لي فور سبيسيال نتاع بسكرة،
خادم بسكرة باراميليتير نعم كان في الجبل معانا وقال لي نهار بكا زيرنا. نعم انت معايا فريد مع صاحبي هذا، قلت له يا فريد شوف انا قصرت مع زكريا وقدام منه وشوف شوف شوف يقول، ويقول لي انا عسكر وقدام منه ويكيام واسمو كنت بسكرة واسمو هارب بالبطاط. عبك واش قال لي فريد؟ قال لي شوف يا حكام اسكت، رامي عسو فيه، رامي عسو فيه بالامان، رامي خلوه قدام منه او مدوا له غير الكابوس ورامي عسو فيه. دوم شو وكي تحت في البحر، كي تحت في البحر مع الليوتنو كورونيل، الليوتنو كورونيل كانوا واسمع عصص معايا. قال لي واش قال لك محمد؟ واش قال لك محمد؟ قلت له يودي ما قال لي والو محمد انا. قال لي انت واش قال لك محمد؟ قال لي يودي، قلت له قال لي محمد، قال لي فورا تخدم معانا انا اجي اوبليجي دو فيغ ان فوتيمونيال ديال صاحبي تسمى نروح. اما شوف يا اخ نور الدين، نورمالمون مانيش خارج انا، اما شوف نورمالمون مانيش هضر معاك، نورمالمون لو كان شافوا فاقوا بيا بالمخابرات باللي فريد كوفراني وكنت ندخل الغابه وكنت تسمى انا هو اسمه كيما يقول لك الليوتنون تاع فريد، انا هو اسمه الظل نتاعو، الظل نتاع ليكيب، الظل نتاع فريد انا هو. اقسم بالله ما راني نهضر معاك، راني مفقود ورا مداو فاميلتي 180 مليون نتاع الشاك هذا اللي مدوا لهم نتاع لي ديسباري. شوف هذا التحاليل هذو، شوف ديجا انا ميتنا جو مي سي كونداني ا مور ديجا. شوف مع الاقوال هذو انا فت في الراديو، جات تبعت البريا واسمو البروكيور دو باركي دو باريس واسمو لونتي تيرورست، جي ديبوزي بلينت كونت لوتوريتي فرانسيز بور اتوشمون سيكسييل. Attouchement sexuel sur un membre du GIA, ça veut dire quoi? Ça veut dire humiliation sexuelle? Vous voulez humilier sexuelle? Ça, c'est ce qu'ils ont fait à Abu Ghraib. Abu Ghraib, Bagdad, ou à l'Irak, les Marines, quand il y avait un scandale. Quand il y avait un scandale, ils ont photographié l'Ikhwa Blikla, Bukhda Minna. Ordre de la Maison Blanche. Il y avait un scandale. Akbom, Gaf, tribunal. عقبوا في التريبينا ميليتير ويزيتي توس رادي دو لارمي يو اس يا اخي هكا. دونك لا لا باغ، شوف لا باغ فرونسيز، لا باغ فرونسيز، المخابرات الجزائريه هما اللي قال لهم روحوا فراتو زنوا فيه. كانوا يزنوا في الاخوه واش بيه، كانوا يزنوا في الاخوه في كافينيار. انا عندي شوف، عندي شوف، نعرف واحد صاحبي راه في لاسويس قعدوا على المونشا باري في كافينيار. شكون صديق؟ ها؟ شكون صديق؟ هذاك اللي قعد، ها اكزاكتومون، هذاك اللي راه في لاسويس، عرفتها كيما؟ قعدوا ماشي الموسى باري، قعدوا على الليزا تاع الفاس، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعداء الله، أعداء الله وأعداء الله، أقسم بالله، وشوف، نعم يا أخ نور الدين، شوف، أنا دوك هذا، شوف راني مناصي، راني شوف، راني بلا دو رابيل. مع البروكيور وكذا منا، وراهم شوف راهم يخدموا مع فرنسا، على شوف راهم في صف واحد مع فرنسا. شكون المخابرات في فرنسا على بال؟ اقسم بالله اصبرني الاخ، وعندي ناسيوناليتي فرونسيز، عندي دوبل ناسيوناليتي. اخ حكيم اصبرني شويه، نجيو الامور واحده بوحده. انت اللي قلت لي باللي راهم يخدموا مع فرنسا، تقصد المخابرات الجزائريه؟ المخابرات الجزائريه والقياده الجزائريه. عادي 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 الاخ حكيم، هما دوك راهم ينسقوا مع بعضهم، راهم يعتبروا باللي دوك راه الجزائر هي مستهدفه من طرف هذو الاسلاميين، وفرنسا كيف نفس الشيء، وبالتالي راهم يتواصلوا مع بعضهم وراهم ينسقوا مع بعضهم في المجال الامني. عادي هذه راهم ينسقوا حتى مع السيا، حتى مع الكاجي بي راهم ينسقوا، مع المخابرات المغربيه ينسقوا، امر 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 عادي. درك سامحني اسمح لي، اسمح لي درك نجيو للامور هذه الاخ حكيم. درك نجيو للامر هذاك، انت اصبرني على جوج. تقول الامر عادي هذاك، قول لي انت تاع لي زوني، تاع لي زوني 95 سي ميشيل وليكزيكيسيون تاع الامام تاع لا ريميرا. تقول لي انت واش من المخابرات؟ ايزون بوسي لا فرانس ا ترافاي بور او، ايزون بوسي لا فرانس. تقصد واسمو نتاع الشيخ الصحراوي، تاع الشيخ الصحراوي، نتاع سان ميشيل، بلان داكوزاسيون نتاع لي مونتيبرين، واسمو لي مونتيبرين، نتاع
واسم الكابيتان رضا راه كي غوفونديك سور يوتيوب، يقول لهم انا هو اللي قتلت ليمان تيبرين وكيفاش حبيت، وحنا الشعب واسم حنا الشعب طحان، والشعب اسم اللي بوجي نقتله واللي بوجي هفده، وحنا الجزائر تقعد واقفه هفده. واسم تقعد واقفه الجزائر، اقعد واقف فين انتوما يا ودي؟ حنا خليناها لكم الجزائر هذه، اصبرني خليناها لكم اصبرني اخ حكيم، راني عارف باللي راها تسمى حيات لك كثير من الجراح، وراني عارف باللي راك في وضع نفسي يبدو هكذا من خلال اللهجة واللكنة نتاع الكلام نتاعك، يبدو من أنك راك تعبان نفسيا، لكن حاول هو أنه تمشي معايا برك. طوعني، أصبرني أصبرني شوي أصبرني شوي أخ حكيم، على بالي على بالي على بالي، حاجة طبيعية حاجة طبيعية، أنت راك الآن راك تستذكر هذيك الأحداث اللي وقعت، وبالتالي أنت راك رايح تنفعل، حاجة عادية. دوك طاوعني برك الأخ حكيم حتى باش الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا باش يفهموا هذه الشهادة، لأنك أنت راك تنتقل من حاجة لحاجة، عارف أنه هو أنه الأحداث راها مرتبطة ببعضها البعض، ولكن حاول هو أنك تجتهد شوية على جال باش تركز معايا، باش الإخوة فيما بعد يفهموا الشهادة نتاعك وين راها. إذن نعاود نذكر الأخ حكيم، أنت في البداية كنت باللي قلت باللي من خلال التصريح نتاعك كنت ما عندك حتى علاقة بالجبهة الإسلامية، ما عندك حتى علاقة بالدين، يعني أصلا هو أنك ما كنتش تصلي وما كنتش كذا، كنت مع مجموعة تسموا فويوات، أنت كنت تشرب الأخ حكيم ولا كنت تسطل في الوقت هذاك؟ كنا نشرب وكنا نزطلو. أيوا، دخلتوا فيما بعد أنتم الجماعة المسلحة، كنتوا في البداية هو أنه كنتوا تاجروا في من خلال أشياء مسروقة، من بينها كابوس سرقته الكابيتان، من بعد اتصلوا بك مجموعة، اكتشفت أنت فيما بعد باللي راهم هما من المخابرات، دخلتوا في جماعة مسلحة وكنتوا تقوموا بأعمال من خلال جمع معلومات ومن خلال القيام بتفجيرات بالقتل إلى غير ذلك. وش هما الأشخاص اللي ربما تستذكرهم من الشخص من الناس اللي قتلتوهم؟ شحال هكذاك في تيزي وزو شحال؟ ايه خلنا بزاف، خلنا عباد، قتلنا بوليسيه، قتلنا تسمى حطينا بومبا، قتلوا فواتور بي جي، ماتوا ربعه، كاتز انسبكتور، قتلنا واحد بولحيه يبيع في الكاشيات، اخ وقداو منا على سنه، وقداو منا ويبيع في الكاشيات، واسمه يلحق في المسجد على السطح على الصبح ويعس مع الفجر، هيعس هيا ضربوه. كان خدمنا بزاف عمليات، خدمنا باسمو العملية الأخرى اللي خدمت وحدي أنا، عملية الأخرى تفجير 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 مفخخة كما يقول لك بالحربية الفصحى، سيارة حطينا بومبا في اللارين تاع الشنابط، يابي سانك مور، هذيك تسمى اسم العملية اسمو الأخ واسمو لافون ديرنيير، العملية الأخرى تاعي خدمت وحدي أنا. خدمنا قتلنا واحد مول البار، واحد مول الكاباري، قمار 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 واسمه قمار، وكداو منا جاو لعندو شنابط، اسمعني هذا شوف، جاو لعندو شنابط جاو يشربوا، كانوا مسلحين هما شنابط، مش اخوه تاع الحرس حرس البلدي، ايه هو كان مسلح، قتلهم تير عليهم، هما موش اخوه، هاي هم سمعوا الاخوه تحقوا معايا، قلت لهم واش كاين واش كاين، قال لك خليه، سمعنا عبري قلت له راحوا لعنده قلت له، زاد نطق واحد قدامه قال لك عايز تضربه، زدنا قتلنا، زاد قتلوا بعثوا له طفل صغير، زدنا قتلنا واحد دي بي تي، قتلنا دي بي تي واحد دي بي تي نتاع الاير ان دي، كان ضربوا واحد الاخ يسموه واسمه واحد الاخ مدي عنده 15 عام، هو اللي ضربه واسمه يسمو اسم الجهاد واسمه زاد اسم الجهاد أسامة صغير، لوبتي أسامة هو ما وش اسمه هذا النائب تاع الار ان دي؟ النائب تاع الار ان دي هذا وش اسمه؟ يسموه اسطنبولي، اسطنبولي ايوه، ضربوا واحد الجان تاع 15 عام، طفل صغير اخ ما شاء الله، بس اسم الجهاد نتاعو اسم الجهاد قلت لي أسامة، ضربو بثلاث حبات، ضربو بثلاث حبات وما طاح، زاد كملو بس مفرغ عليه شارجور، قاعد تسع حبات اللي داها
ضربوا بالسيكروت فيت، ضربوا بكابوس صغيره، طفل صغير ما تمدلوش بريطه عندها بلوكير بزاف. كان كلاك كان رافد سلاح صغير، كان رافد السيت 38، ما عندوش الريكيول، عنده الريكيول خطير. ثم طفل صغير 15 عام ما تنجمش تمد له كابوس كبيره ولا. نعم. ايه واش مالك يا ودي، خدمنا شوف القتل ولا في المعلومات وكذا منا. شوف حنا قلت له واحد صاحبنا جروسيس صدموا له للدار، ما بلغوناش ميمبا اخي. قلت له واحد صاحبنا يسموه نونو بوطابا، هذا جروسيس نتاع الكير، دخلوا له للدار، ضربوا واحد الاخ واحد الجزيري يسموه عبد الحكيم الشاب دو جرو. راهو تفجر على 6 تاع الصباح، على 6 تاع الصباح في تيزي وزو، كان تسمو كان فرقو مفخخ. هيا تبع بس راه يحطها قدام الكوميساريا، فقولهم لابوليس تبعوهم بالنيسان. هيا تفخخ تسمو طرقوا ضربوا معهم رصاص، كي ضربوا الشرطه الكاميون هذا وشوش حازوا لداخل. تفجر كان هو كان اخ عبد الحكيم، كان يزيد كان معاه يزيد وليد تيزي وزو، كانوا زوج لداخل اسمه جامبر، مشارجي يعني نقول لك مشارجي ب ما اسمه مشارجي بالسيتيلان، مشارجي بالمسامر، راني نقول لك كنت واحد ديفلاغراسيون مي لاس تومبي اسمه، راني نقول لك تيزي وزو كاع بوجهك حسبت اصبر. دونك انا شوف بس الامر مش في العمليات اللي خدمنا، ولا سمو لي كومبلو كي زون في لا سيكيتي ميتير معانا، ولا كانوا مانفلتريين، وكانوا مانفلتريين كاع لي جروب يا اخي. راني نقول لك شوف، كانوا جماعه هاربين. اصبرني اخي حكيم، 97 حكيم اصبرني شوي. في المده هذه انت لما كنت في الجماعه الاسلاميه المسلحه، كنتوا تنشطوا وانتم ساكنين في لافيل، ولا كنتوا ساكنين في الجبل هكذا؟ كيفاش كنتوا تتنقلوا؟ كيفاش كنتوا عايشين الدراهم؟ كيفاش كنتوا تلموهم؟ يا هل ترى من خلال عندكم ناس يعطيوكم دراهم؟ يا هل ترى هو انه كنتوا تسرقوا يعني تروحوا تصوتيوا على كاش بنكات، على كاش دي كوميرسون هكذا تنحيوا لهم دراهم؟ كيفاش كنتوا عايشين؟ يا ودي احنا كنا عايشين كانوا جماعه في تيزي وزو. هذا الجماعه اللي طاحت الاولى، اللي جانا راه اللي واسمه اللي راح لحق الامير قال له يا ودي بالكم تخدموا مع الزرابط. هذو الجماعه الاولى اللي كانوا بالاموال، كانوا يجمعوا الاموال. احنا كانوا الاموال نتاعهم كانوا يجيبوا منا ابو علام، واحد ابو علام الماليه اخينا يعني اخ ما شاء الله يعني تسمى مدينين واخوه على عقيده وكذا منا. كان يجيب لنا الدراهم في الليل باش نشري لهم القش، باش نشري لهم السلاح، نشري لهم الماكله، نشري لهم لي جين، نشري لهم لي باسكيت، نشري لهم الفيستات نتاع الشتاء، نشري لهم بلان دو تريك تسمى لا واسمو. كي يجي في الليل حتى 3 تاع الصباح الرونديفو، يجي هبط من الغابه بالرونديفو 3 2 تاع الصباح، هبط نتاع الصباح يبقى الساشيه في يده 60 مليون 180 مليون اسمه 100 مليون داخل الساشيه، يمدها الفريق كاين الحساب وكذا منا، يقول له فوالا جيب لي 30 فيستا بومباز، جيب لي 15 من باسكيتا اديداس تونغو، جيب لي تسمى بلا كوموند، تسمى يكوموندونا وحنا تسمى درام. هما الهواتف في النقاله كانوا عندكم في المرحله هذيك؟ تليفون بورتابل؟ كانت عندنا التاكي والكي. لا ما كانش بورتاب، كان مازال ما لحقوكمش. ريكوبري من عند لابوليس مع لي زومبيسكار تاعو لهم لابوليس، وباش خدمنا لهم التاكي والكي، تما تكسروا لهم التاكي والكي، تما خدموا اومبيسكاد واش مخدموا اومبيسكاد لواحد دو 205 نتاع الشرطه السيفيل يزيوزو خدمهم. ايا قلت له ربعه شرطه ريكوبيراو لي التاكي والكي مكسرين، طاح لهم التاكي والكي تكسر. نعم. لا السيارات، سيارات الأخ حكيم، السيارات اللي كنتوا تتنقلوا فيها وش هي؟ يا هل ترى هي سيارات عادية ولا سيارات من نوع رفيع هكذا؟ كيفاش كنتوا تتنقلوا؟ سيارات عادية كنا نحوها، كانوا اسمو ينحوها من الشعب. كانوا اسمو سيارات نحوها من الشعب، والشعب هذا اسمو كي تنحي له كروسة تقول له يا ودي سنة جوج سوايع باش تبلغ، ما تبلغش سنة دوزة سنة صبر شوية. سما في المومو هذيك وانتو هربوا انتوما.
الكوميساريا ولا حبيتو على الكوميساريا، وكنا نخلو لهم الدراهم لداخل. كانوا الاخو اقسموا بالله وهذه الشهاده نتاعي، كانوا يخلوا لهم الدراهم لداخل، يقول له شوف على زوج سوايع روح شدي، ومن بعد كي تلقى راسك بلاصه فلنتيه وبداو منا افتح لا بوطاقه، يخلوا لهم مليون زوج ملايين لداخل. وعلاش ما درنا لهم والو؟ احنا غادي بوسم يقول لك نحوا مال كرارس وبداو منا وما قال لكم ما نحوا لهم الكرارس، كانوا يلقوا الدراهم لداخل حطوا لهم 500000 مليون من لداخل. واسمو ديبلاصو بالكروسه برك ما نخدموا نعم واسمو كروس ما نخدموش بهم عمليات حنا. تسمى واش فهمت من خلال تسمى كنتو نتوما ضد النظام؟ احنا كنا ضد الشرطه وضد الجيش وضد الشعب اللي دار الصف مع الطاغوت. علاش لماذا؟ مادام انت راك دوك لو كان راك نقولوا مثلا راك انسان متدين، راه عندك عقيده وراك من هذ الناس درك مثلا هذوك المكفرين، وراك انت ضد هذا الجماعه نتاع النظام، انت راك في البدايه راك قلت باللي ما عندك حتى علاقه بالتدين، علاش انت كنت ناقم على هذ الناس اللي كانوا في النظام؟ كنت ناقم عليهم لانهم كانوا يظلموا ولا لواش؟ يعني علاش كنت انت ناقم على هذ الناس اللي في النظام هذا؟ يودي احنا اخوه، انا اخويا يهضروا معانا هكذا وقنعونا باللي تقنعت مع الاخوه، نسمع الاخوه انا يسمو يهضروا ويقول لك كذا منا واسمو كيفاش اخ انت ما يقنعش بكلام الله ولا يقنعك بالاحاديث ولا يقول لك الطاغوت وكذا منا، يقول لك اقتلوا اولياء الطاغوت ان كاين الشيطان كان ضعيفا كذا كيفاش. اذا اسمح لي الاخ حميد باش الاخ حكيم باش نفهموا. اذا دوك راهو كاين ازدواجيه في الكلام نتاعك درك، مانيش فاهم انا مانيش فاهم والله توضح لنا بعض الامور. دونك دوك شكون هما اللي كانوا من وراك؟ كانوا وراك هاد الاسلاميين انت اللي دوك راك انت الان كنت تقول اخوه ولا كذا، ولا كانوا المخابرات؟ شكون هما اللي كانوا درك كانوا يمانيبيليو فيكم؟ شكون هما؟ شكون يمانيبيليو فينا الاخوه المخابرات دخلونا في ليكيب نتاع الاخوه وجبدوا روحهم ما تشوفوهمش ميم با داخل ما تشوفوهمش تسمى نتوما هادو الجماعه اللي مجموعه من اللي فويو نتوع المخابرات هم اللي استعملوكم من اجل الانفلتراسيون تاع الجماعات المسلحه تاع الاخوه تاع الاسلاميين. هما اللي اتصلوا بينا باش نتصلوا بجماعه، هما اللي مدوا لنا خيط للجماعه الاسلاميه المسلحه. ايوا مخابرات هما اللي مدوا لنا خيط. هاي كي نور كونتاكتي افيك دي جروب ارمي مع جماعة إسلامية مسلحة نتاع لا ريجون نتاع تيزي وزو بوخالفة اكزاكتومون ميزرانا سيدي نعمان. سيدي نعمان دانييرمون ما عندهاش ميم با سيمان هم قلت له واحد الامير تاع سيدي نعمان، قلت له امير تاع نتاع القاعدة واسمه ابو واسمه النائب الامير تاع عبد الودود رضي الله عنه اسمه ربي يحفظه ان شاء الله. يودي اخوة اقسموا بالله بشوف مازالهم في الجبل، شوف اخوة مازالهم في الجبل ومازالهم في الحراكة وان شاء الله اقسموا بالله. شوف يا اخي شوف نعم درت دومون شو حكي كي تحاول تفهم نزيد نفهم لك مليحة. نعم المخابرات الجزائرية بغاو نخدم معاهم. ايوا تفضل. هاي المخابرات الجزائرية بغاو نخدم معاهم، نقول لك كيفاش بغاو نخدم معاهم. نعم شوف درت دومون نتاع الناسيوناليتي من 94 فان 94 95 صاباتيني ما كاش تلموني كوري وقداو من البلاد وقداو منا. اقسموا بالله يا اخينا بعت بليزيور ليت افيك دي دوسي بلان، ينحوا لي لي بوست فلا بوست، ينحوا لي الوراق اللي داخل، تنحي لي الوراق اللي داخل تاع لي زاك نيسونس تاعي كوبي انتيغرال، تنحي لي جوجمون دو ناسيوناليتي دو مون غران بير، نحيي لي فيلد فامي داخل باش كي تلحق لفرنسا الكوري يقول لك فوالا دوسي انكومبلي. كيفاش انت في المومو هذه اللي انت كنت انت منخرط في هذه الجماعه المسلحه كنت تراسل في فرنسا على جل باش يعطيوك الناسيوناليتي فرونسيز؟ هاي باش نروح ومن بعد حكموا من المخابرات. اصبرني خلينا في النقطه هذه الاخ حكيم على جل باش ما يتفرعش الحوار وباش نخرجوا بنتيجه من خلال الحوار. انت درك راك اكدت لي باللي قلت باللي
كنت تعمل لاختراق الجماعة الإسلامية المسلحة، إذن كنت مستغلين من طرف الجهاز نتاع المخابرات. كيفاش كانوا هما؟ ممكن تحكي لنا كيفاش كنتوا تتلاقاو بهم، كيفاش كانوا يعطيوكم الأوامر من أجل تنفيذ عمليات مسلحة، كيفاش كنتوا تشتغلوا معاهم؟ دوك أنت الآن مثلا هذا الدراهم اللي كنت تحكي لي عليهم، كانوا هما اللي يجيبوهم لكم، هذه الوسائل اللي كنتوا تتنقلوا بها، السيارات اللي تالكي والكي. اخوه اللي كانوا يجيبوا لنا الدراهم، اخوه اللي كانوا واسمو يتصلوا بنا، اخوه اللي كانوا اسمو يتصلوا بفريد ويمدوا له معلومات. فوالا غدوه كاينه عمليه، غدوه كاينه عمليه العشيه، قداو منا عسلنا هذاك رانا جايين. ومن بعد حنا اسمو نفتحوا الطريق، تو بليجي دو دو ديلارجي لو بريميتر، ديلارجي لو بريميتر باش يهبطوا جماعه، باش يكونوا مضمونين، باش ما يكونش الطاغوت مومبيسكي تاكم بليس نديرو با. تسمعنا كنا تسمح لكم نخطو كي تهبط مع عام الجبل تكون عليك تا كومبري با. هاي حنا كنا تسمح نخطو لهم، تسمح نفتحوا لهم الطريق باش يكون باش يخدم العمليه تاعو عليك، ثم يخدم العمليه ثم يرفد ويروح. هذا ما كان ما عنده حتى بير، ولا عنده بير يتيح اخ ولا زوج. هذيك الله غالب، هذيك الله غالب بتسمح حاجه، ولا تسمى هما ما جوش في كثره، ولا ما كانش عندهم سلاح. باسكو من داك يجوا زوج ثلاثه يكون عندهم كوابس، لا يكون امر هذا الناس اللي امر عند الامير، تلقى 30 عبد، 30 عبد مسلحين بالكلاشيكو بلي بازوكا وبلي زارم لوردر. دونك راه انا شفت عباد 60 عبد، 60 بيرسون 60 بيرسون في تيزي وزو نقول لك هابطين مسلحين كاع، ولا اسمه الجيش هذا، ولا اسمه انا شفتهم في اسمه في 95 خلع، جامي شفت الغاشي في الجبل هكذا. أخ حكيم، أخ حكيم، أخ شوفوا أخ حكيم، احنا ماذا بنا على جال باش نستفادوا من خلال هذه الاعترافات نتاعك وهذه الشهادة نتاعك. هذا الجهاز نتاع المخابرات لما كان يتصل بكم، وش هي الأشياء اللي كان يطلبها منكم؟ المخابرات شوف يا أخينا نعم. المخابرات حنايا دخلونا في ليكيب وجبدوا راحهم، اون ليزا بلو غوفو. داكور، تسمى دخلوكم في اطار هذا الجماعه، تسمى شغل دخلوكم في اطار نتاع الجماعه هذه المسلحه، شغل ورطوكم. ورطونا هاك فهم هاي لي. ورطونا ومن بعد حنا تلخرنا بالاوامر. ليس طومبي حتى صاحبي هذا اللي مات مسكين رحمه الله، والله يوسع عليه، على بالك وراه، على بالي وراه، على بالك باش دفنوه. يا اقسم بالله فريد مسكين حتى ولا يقول لي يا حكام راه مكثروا عليا الاوامر، راني عييت. بغا يهرب بواحد الوقت، كثروا الاوامر وكثروا تسمى بوسمو كيما يقول لك بالروميه، ترو دو بريسيون مع عند الامير. دونك راه تسمى حنا تسمى كنا مرتين، تسمى تي با في لا مارشاير. واللي كانوا اسمح لي نقول لك، واحد صاحبي قلت له، واحد صاحبنا قلت له دخلوا للدار هذا عبد الحكيم، ضربوا قدام يماه واخته عنسان واخو، ضربوا في العوش، ضربوا في الحبات نتاع 9 مليمات. يماه تعيط، خو واسمو اخته مرته، واسمو اخته واسمو عنسان طاح لها البيبي، راه فين فوس كوش، ضربوه في الارض. راني نقول لك قتلوه باسكو كروسيس، نعم، باسكو يباع في الزطله، وما بلغوناش ميم با فريد باللي كانت عمليه. وحنا كنا في ما بيرسون، باش ما كي نقول لك بيرسون، حتى واحد ما يدخل روحه في الناحيه هذه، حنا كنا حاكمين الناحيه هذه. كيفاش خدموها وحدها؟ تخدم عمليه وحدك بلا ما تقول لي؟ باسكو ضربت صاحبي، ضربت كروسيس وطيح عليه البق، واسمو اخوه، واسمو كيما يقول لك، واسمو بالقنادر، الا واسمو كيما يقول لك. شوف بك نوي نفتي انا خلاص، انا شوف وليت، شوف ما جيت الغربه وليت تسمى نادر دين يا اخويا، خلاص ما بقاش هذاك. واسمو الاخوه يجي يقنعني وكذا ومنه تهضر معايا دين، اسمو نرجع لك دين. شوف هما، شوف اقسم بالله لا حول ولا قوه، شوف يوم القيامه، شوف لهم، شوف يوم القيامه، شوف يتحاسبوا كاع، اقسم بالله شوف يتحاسبوا كاع، واسمو يتحاسبوا كاع، واسمو
بعثوا على راسنا شو ايكيب كاع ميتين وهما شوف راهم حيين هنايا وراهم زادوا وهم يخدموا في المارشي تاع الانجيز. وزيد يقول لي تلاقيت به هنا، يقول لي انت مخابرات، يقول لي انت مخابرات جزائريه، الجزائر اللي بعثتك باش تديك الطعينه في انجلترا. قلت له انا مخابرات، انا مخابرات. قلت له شفت جماعه وين راهي؟ قلت له جماعه قاعد يسباريو، وانتم اسمع عقبتوا الحبس تاعكم وراكم في الغربه وراكم اسمو زيدوا اسمو باللورو وتخدموا مع الـ مع الـ واسمو في الرنجيس وزيدوا لكم الكواغط في فرنسا. انت الاخ حكيم هربت ولا كيفاش؟ يا فيزا انت يا هربت من الجزائر؟ انا هربت من البلاد يا اخو. هربت واش من سنه انت التحقت بالجماعه المسلحه هذو سنه 94؟ واش من سنه باش خرجت انت للخارج؟ خرجت في 98. ربع سنين تسمى ربع سنين انت العمليه الاخرى خدمتها في 97. عمليه تفجير، نعم تفجير اري دوبيس نتاع شنابط نتاع لي فورغون، وني قالوا شنابط حطينا لهم بومبا وشكون حطها؟ واسمو حطها دوزيتيديون ما شاء الله سيدي شيميس هما اللي خدموها. وكانت قرايه اون فاس، وكان كانوا ولاد تيزيوزو تما كاع غمضوا عينيهم. حتى نطقت مع عبد الحكيم قلت له يا ودي كاينه قرايه اون فاس، قلت له قرايه اون فاس دراري صغار واش بيه؟ قلت له بريمير اون فاس، اسمك كيفاش تحط بومبا انت اون فاس وراي بريمير مي با 20 متر مي با 50 متر من التروطوار للتروطوار الاخر. تفجر الحاله كاع. نطق واحد اخر قال لي يا ودي اسمو نقصوا لا شارج، هاي نقصوا لا شارج، نقصوا لا شارج القرايه بان الله ما توشاتش. حتى طفل صغير راني نقول لك نتاع البريمير ما توشا، ما داروا خدمه خفيفه حطوا اسمو تنقص لا شارج. قال لك ودي اسمو نخدموا لا شارج، واللي خدم لا شارج هذايا كان واحد فاميلتي هو سان اوفيسي سان كابيتان. الو نعم ماني نسمع فيك. انا نقول لك هذا اللي يخدم المتفجرات هذا فاميلتي. نعم يسموه حداد نون دو فامي نتاع سيدي نعمان، سان كابيتان دو لارمي الجيريان، وطلع للجبل هرب له. هو فاميلتي مش هو بعثوها، انا نقول لك راه نضمنوا راه فاميلتي سان كابيتان تاع ليكول دي كادي، كان في شرشال، كان باباه مجاهد و بكداو منا و ما حنا تسمع عندنا بس ما عندنا علاقه مع الفلان وكداو منا. انا عندي جدي كان يخدم في البنكه، كان عنده ناتوراليزاسيون، كان يخدم في البنكه كوم ادمينستراسيون، كان يخدم في لا بنك دارجيري دو تيزي وزو، وكان يخدم مع الفلان. كان خالتي الاولى بنته الاولى لا بروميير في تسمى ما طونت لا بلو غران، الي ماري افيك ان ممبر دو اف ال ان لو برومي ادجوان مير دو تيزي وزو ابري انديبوندونس. سي سكون ابل ديلي il est de la milice du FLN. دونك لا فرانشمون هما اللي حركيه. انا جدي كان يخدم مع المجاهدين، كان يمد لهم الدراهم، كان يسرق الدراهم من البنكه تاع فرنسا ويمد لهم الدراهم، كان يمد لهم القش يكريمينيتير، كان السلاح مخبي في الدار حنا. نعم. واسمو يقول لك اسمو فطور. انا عندي فاميلتي شوف، وشوف انا عندي فاميلتي كابيتان نتاع ليكول دي كادي، وهرب للجبل وطلع للجبل والفوق ما كاشو، الفوق ما لقاوش. واسمو حداد، سي لا فامي حداد. لا فامي حداد. نعم. سي ان اكسبير اون ماتيفيسي، سي ان بيلوت ديليكوبتير. تا كومبري او با؟ نعم. هو اللي كان يخدم كاع المتفخخات هذو، هو اللي يخدم واسمو هو اللي يخدم ما اسمو اذا اخ واسمو اخ حكيم اخ حكيم ماتوا فيها كاتز انسبكتور، هو اللي يخدم الفورغون هذاك اللي كان واسمو كان يصب فيه واسمو عبد الحكيم الشاب دو جروب، هو اللي يخدم ما اسمو هذوك لو سيتيلان، هو اللي طرطق اسمو واسمو الرادار نتاع الارمي حنا طرطقناه بالقروح نتاع السيتيلان، هو اللي يخدم واسمو المتفخخات واسمو الرادار نتاع الارمي تاع ترانسميسيون. حنا واسمو هبطنا الرادار هذاك، طيح من الرادار تاع ترانسميسيون في الجبل. دونك لا تسمح حنا كنا تسمى ما يجيش يقول لي انت يا وكذا منا عندكم الناسيوناليتي مراكوش بلاد فرنسا تسمى كنتو حركيه. يا ودي شكون الحركيه؟
وشو غنسلي توا بيان، غنسلي توا بيان، شكون لي انا؟ شكون محمد بوبكر ياكل ورزقي؟ وغنسلي توا بيان، شوف بناتو مع من مزوجين، انا بابا عسكري. شوف انا بابا عسكري، إلي تي سوز اوفيسي دون لا مارين الجيريان. سوز اوفيسي، او مات يا ميم با، ميم با ان موا، مات متربي مريض. إلي تي دون لا مارين الجيريان، كان فور. دونك لا سي با، هما اللي يخدموا مع فرنسا، لا سينكيم كولون، سا سكون ابل لا سينكيم كولون. يا اخي هكا. انت اخ حكيم، درك انت من خلال هذه التجربه نتاعك هذه اللي دامت 4 سنوات مع الجماعه الاسلاميه المسلحه نتاع الجيه، نعم سمح لي يا مولا، الجماعه الاسلاميه المسلحه ومن بعد التي ديشو. انا كان صاحبي فريد، كان يهبط من الغابه في 3 الصباح يجي لعندي يقول لي يا حكيم راهي مبرتله في الجبل، راهم يتضربوا بيناتهم جماعة تضرب جماعة، جماعة مسلحة، جماعة إخوة مع إخوة يضربوا بناتهم في الغابة. نعم. تا كومبريس كيف يديروا با؟ كان واحد الأخ تاع برج منان، كان واحد الأخ تاع برج منان يسموه جعفر، جعفر الأفغاني اسم الجهاد. جعفر الأفغاني هذايا كان يضرب في زيوزو. هو اللي تخدم عمليات وكذا ومنا، وكان في الناحية نتاع تيزيوزو، كان في الناحية نتاع الله أعلم الله أعلم في الجهة تاع كي تجي رايح ما تلحقش بني دوارة، الجهة تاع الواد تاع حسناوة في لابيريفريك دو تيزيوزو. شوف الأخ هذايا باسم الجهاد جعفر الأفغاني، وقسيمه بالله مضروب بواحد اسمه بواحد، شوف مضروب بواحد 10 حبات، مضروب بعشر حبات. انا نقول لكم ما ماتش، كان في الجبل ويتضربوا مع الاخوه، مع اخوه راكم واسمه لا حول ولا قوه الا بالله، كما واسمه كما عاد يقول لك اسمه تفرقه الصفوف، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف ومن بعد يجي ايتي ديشي، ومن بعد ولات الجي اس بي سي جماعة سلافية لجنة التكفير. إذا في 97 لو جي أن إكزيست بلو، كانت جماعة سلافية لجنة التكفير. أنا كنت ومن بعد أنا كملت خدمت مع الجي اس بي سي، مع جماعة سلافية لجنة التكفير في 97، ما كانتش جي جي ار دي دي جي. واللي دخلت مع الجماعة نتاع حطاب. يا ودي حطاب كان يضرب في زيوزو، كان يضرب بالرصاص، شوف خرجت له مكحله في يده واسمو جو يضرب واحد الاخ، وخرجت له واسمو فيجي شاس كوبي، فيجي شاس كوبي كالونسي محشوشة، دارت حبة دارت كرطوشات الداخل ست فا، خرجت الحبة ادات له كاع رجلو شبيه، ادات له كاع رجلو. جماعه ولا تيزيوز ولا تسمع الاخوه اللي واسمو هذا في جان فيدي، اخوه اللي راحوا يقول واسمو يقطعوا علينا واسمو في الامير يقول لكم تخدموا مع الزرابط، هما يرفدوه حتى رفدوه، ما اسمو رفدوه وداوه. شوف ما انا نقول لك، شوف الكاليبر دوز كرتوش، انا نقول لك ستة في المحشوشه تسمى كسرها دات حبات ستة في خرجت الحبه دات له كاع رجلو، دات له كاع رجلو واسمو حاشاك مام واسمو حاشاك مام السكستاو كي بن حاز لا واسمو هذا حطاب انت التقيت به وكان واحد بوعلام راه مازالو هكا، راه مازالو هو يرفدو مع الاخوه والداوا واسمو داوا وبداو منا، ومن بعد اسمو ما على باليش كيفاش اسمو ما باش طلع الغابة ولا ما على باليش كان ماسك كيف كشكاش. كنت تلتقي به انت الاخ حكيم ولا لا؟ احنا كنا نشوفهم واسمو في تيزي وزو، اسمح لي اخ حكيم، يعرفونا باللي كنا نخدموا مع جماعة، اسمها كي نتلاقى معاهم في الليل ولا نتلاقى معاهم في كاش بلاصة بس مظلمة ما نهدرش معاه، عندك غير السلام 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 ورحمة الله، وهذا ما كان ما عندي حتى ما تخدم معاه. شوف حنا يقول لك شوف حنا كاين أوامر مع الأمير،
انا فريد قرالي صاحبي فريد الله يرحمه الله يوسع عليه، وراه مدفون بين 10 في واحد لا طوم دون ان ترو. شوف هذا فريد تيفونا، شوف الي عاد، شوف راهم بين 10 فيهم لداخل واحد، لداخل واحد القبر، وكانت امراه اونسانت معاهم هذه دو سي موا مرت عاد زياد العامير اللي ضربوا في النوفل فيل، جاو غرب انجلترا بلي فو باسبور. الو انا ما نسمع فيك، تسمع بالامير عيد زياد ما تسمع به؟ لا الامير عيد زياد كان في الناحيه تاع بنياني مع اللي يدير وجماعه الجماعه اللي قتلوا، الجماعه اللي قتلوا اللي راهم في انجلترا، اللي قتل لي بلج، هذوك اللي قتلوا لي بلج مع لي فرونسي بوت لي بير بلون في تيزي وزو لو لوندما دو ديتور لو مون دافيون دير فرانس مع ليكيب نتاع يحيى، واسمو اللي خطفوا الطيارة طلعوا لهم بلي باس بوليس. يا هاكا يا الجماعة هذيك، الجماعة هذيك كانت متصلة مع الجماعة تاعنا، تا كومبري با؟ كانوا جماعة متصلة مع الجماعة تاعنا، وفاري التيفون، فاري التيفون كانت عنده رونديفو في القهوة نتاع في بالكور قدام المسجد باش يريكيبيري كابا تاع لي ديتوناتور، كانت واحد 15 ولا 30 ديتوناتور. نعم اخ حكيم في تيزي وزو صرات العمليه نتاع واسمو مع طبل والناس، هل تراكش ما عندك معلومات فيما يتعلق بهذه العمليه هذه مع طبل والناس؟ شوف مع طبل والناس الجماعه اللي كانوا يدوروا تم كانوا يباتوا عند صاحبي، كانوا يباتوا عند فريد تما على 150 متر على 200 متر على البار، وين كان البار تاع سامي ديك لي هذا سامي ديك لي تاع تا خوخ تما اللي خطفوا معطو البار هذاك، حنا سرقناه، حنا كسرناه. شوف اقسم بالله شوف سرقنا له كاع اللحم، سرقنا له اللحم، سرقنا له الشراب، سرقنا له كلش، وكسرنا كاع البار هذاك. يعني ايوا من بعد الجماعه كانت باتم، كانوا ما كانوش يباتوا، كانوا يجوا يستحفوا يبنسوا قبوزي، يجوا اسمي يريحوا ساعه زوج اي يروحوا على مكان. من الجماعه تاع معطوب ما كاش منها جات تخطيط باش يخطفوا معطوب، راحوا لعند البار هذاك باش يكسروا باش يهرسوا كاع البار هذاك. هذا ما كان تسمى لقاوه ثم صدفه ولا كيفاه؟ لقاوه صدفه. كافر هذاك اسمه عدو الله، لوط على بالك بلي لوط معطوب اش بيه؟ لوط شو بريمير ما يضنيش، بريمير مو ما عنده السبير نتاعو ما يضنيش، ما في با بيبي. وكان لوط كان يبغي تذكر، تا كومبري با؟ عدو الله هذاك واش بيه؟ ويجي يروحوا فرنسا هنا، يجي يروحوا في التيافا ويهدر مع دونك واش فهمت تسمى نتاع الجماعه تاع الجيه هذو هما اللي قتلوه؟ لا ما كاش منها. شكون اللي قتل؟ شكون اللي قتل؟ انا قلت لك الا عندك معلومات هو انه تعطينا معلومات فيما يتعلق بالمقتل تاع مع طبل والناس. شاب المخابرات الجزائريه حبوا يطبعوا له واحد ولد تيزيوزو يسموه حكيم شنوي. حكيم شنوي هذايا كان مرتد، هبط في القانون المعفيه نتاع بوتفليقه البريمي موندال الله اعلم ولا الدوزيام موندال، دار تيزيوزو هذا حكيم شنوي كان في الناحيه تاع بليدوار، كان في لا ريجون توش ما خاص تقول نتاع بنياني، وان كان الامير علي يدير، وكان كان الامير اي زياد ودار منا واسمه علي يدير. تسمع به؟ لا. الو نعم راني نسمع علي يدير امير تاع الجيه. ما تسمعش به؟ ما نسمعش به لانه ما عندي حتى علاقه بالجيه. هذا علي يدير اللي يهضر عليه معطوف في التلفزيون يقول لهم سي مون بوت كيما لو لاشي علي يدير، هذا علي يدير راه مرتد راه كان في انجلترا، وكان صاحبي انا كنا خدمو جيدو في جياسكا، درنا جيدو في جياسكا بوندون 15 ans. هو من باب الوقت جابو جياسكا إليتي تروازيام اني جونيور ما شاء الله، يعني انا سمو نعرف بالسبور وكذا منه. مي باش تقولي انت معطوب قلت له جماعه مسلحه ما كاش منها نقول لك عليك هذا نعم تفضل. فيها شوف دخلت
اعطيني معلومات، ما تحللليش، اعطيني معلومات. الا عندك معلومات فيما يتعلق بالمقتل تاعو، قال مثلا سمعت والله كان صحابك، والله عندك علاقة بهم، والله قالوا لك بعض الاشياء، والله تسمت انت باش تنور الرأي العام. هذوك نور. شوف هاي، شوف انا عندي معلومات. شوف انت واحد، انت واحد مرتد، كان في لاريجون تاع بني دوار، كان في الكازما هذيك تاع لبنان، كانوا جوج كازمات، جوج كازما، كان واحد مع الفيراج الكبير مع تاع لبنان، وكاين واحد الفوق تدخل بني دوار باش ديباسي لا زون باش تخرج الجهه تاع ميشلي ولا الجهه تاع نتاع بنياني. كاين زوج كازمات. يبقى حاكم شنو هذا؟ كان في الكازما الاولى، كان في الكازما الاولى. ايوا من بعد ارتد، ما هبط. نعم هبط. هذا من تيزي وزو يسموه حكيم شنوي، دار مين با شهر تيزي وزو، رفدوه المخابرات الله يسام اللي خطفتني انا، المخابرات لو سيكتور ميليتير رفدوه، طبعوا له لافير تاع معطوب، قالوا انت هو اللي درت معطوب. تهموه وبروك با. هاي من بعد فات في الشرع دانييرمون، فات في الشرع دانييرمون الى اي تي تموت، كيما يقول لك تسمى لافي بلي ماشي هو اللي كان معطوب. او خرج، راهو خرج ليبرال، او خرج ليبرال. وشوف نمد لك واحد المعلومه برك. شوف نمد لك واحد المعلومه هذه تسمى، شوف هذه تسمى سيم بروف، تسمى ما كاش اسمه. شوف كان واحد وليد تيزي وزو بلا تما تلا بولان، عنده دار تما كبير في العمر، راه يقصر الشعبي وكذا منا. تسمى عادي يبغي يمشي في الغابه، عادي يبغي يمشي، وعنده ولد صغير. شوف ها، ماشي مين هو اللي قال اسمه، وليده الصغير كان في عمره، شحال في عمره الله اعلم، وليده الصغير هذا كان في عمره واحد 14 عام 15 عام هذاك البري. دخل الغابه لقى كلاش في الارض، لقى كلاش دخل الغابه. نعم. جاب الكلاش للدار ورا الباب، قال له يا بابا انا لقيت كلاش قدام منا. بابا اسمه قال له اسكت، خبر كلاش في الخزانه. وبابا تمو تسمى شغل، هدر تسمى هدر. سمعوا الدار باللي يا ودي السيد عنده كلاش في الدار، زدموا له الدار، الدرك الوطني. زدموا له الدرك الوطني يا اخينا، رفدوا الكلاش، داروا لا باليستيك، لقاوه بلا باليستيك باش قتلوا معطوه. وتقولي نتايا، تقولي نتايا، شوف كي تخمم شويه بركا، تسمى سي با تسمى انتيليجون ولا دم. تقولي نتا اخينا، تسمى اخوه نتاع سوا الجماعه الاسلاميه المسلحه ولا نتاع جي اس بي سي، تسمى يضرب السيبله تاعو ويدي السلاح، ما كاش منها. اوكي اخ، واسمو اخ حكيم، انا دوك الان راني خليتك هذا الفتره كامل انت تتكلم، دوك نعاود نرجع لك للنقطه وين انك انت قلت لي باللي جاو هزوك، جاو خطفوك نتاع الجهاز نتاع المخابرات، وين الدوك؟ الدوم السيكتور ميليتير. سيكتور ميليتير وين؟ ثم في تيزي وزو. في تيزي وزو. اسكو عذبوك؟ انا ما فتش التعذيب، ما ضربوني برك. ضربوك اوكي. ضرب لي كتفي ويطيح لي، يقول لي الله نقعدك على قرعه، والله غير نزني فيك، ولا غير هكا وكذا منا. مي صحابي يعني نقول لك ابراهيم قعدوا على قرعه، كاين عز الدين نحاولوا دروسه، كاين جمال هذا اسمه الكروسيس اللي بعثت له الجماعه الاسلاميه المسلحه باش يموت، ومن بعد ولا يخدم، تلمو عنده اللازم مسكين، تلمو عنده اللازم، ما فاتش فات الطابله، مات باللازم نتاعو، ما حكمش. نعم. دونك انا شوف ما عندهم، ما عذبوني ما والو. اوكي ضربوك، شحال قعدت عندهم ثم؟ ضربت اسمه 10 ايام مغمض عيني، ما شفت وراني، ما على باليش، ما شكون اللي بحثك، ما شكون يهضر معاك. ومن بعد طلقوك ولا كيفاش؟ ومن بعد اسمه شوف، ومن بعد واحد الساعه على الناس مع 11 تاع الليل جو دو زوفيسي، قال لك انت بثلاثين بثلاثه على 11 تاع الليل، قال لك انتم صايخ رقم تسمعكم خارجين. نعم. على 11 تاع الليل طيشونا في واحد البلاصه الظلمه والكلب اعمى، نحاول البوندوني، نقول لك شوف 10 ايام ما شفت الضوء. ولازم تطلقوا لي في الليل، باسكو كان تطلقوا لي في الشميسه اسمو لي بيبيير تاعي، اسمو تسمى نتنعمه ديريكتومون. نعم.
عيط لقلنا في 12 نتاع الليل، دخلت للدار بعد 3 شهور ابري اتصلوا بيا جماعه، 3 مواس 4 مواس ابري اتصلوا بيا جماعه، طلعت للجبل، طلعت للجبل ندير رابور. اي قلت الاخوان السلام عليكم كذا ومن الناس سلام السلام كذا ومن الناس، هما نهضروا. قلت له على بالك وين كنا؟ كنا عند المخابرات والدعوه راهي راهي تسمى راهي مفخخه، ما حبيتش ندخلوا في في بريسيزيون باش من الشيف دو جروب هذا. قال لي على بالك واش قال لي؟ ان شاء الله بريميرمون على بالنا كاع وين كنتوا، وعلى بالنا وين كنتوا واش قالوا لكم، وعلى بالنا باللي جماعه كاع قتلوه كاع استشهدوا. اذا الجماعه اللي دخلت معاهم انت كانوا هما نتوع المخابرات؟ يا ودي جماعه تاع الجبل. ايه وكيفاش على بالهم؟ كيفاش على بالهم؟ هذيك اللي نشوف انا، هذيك اللي ما فهمتش. معناتها باللي هما معناتها هادو هذا ستان جروب كان دايرته المخابرات. هاك فهمتني، هاك فهمت اخ مراد، راك فهمت باللي هذاك عبد الحكيم، هذاك باللي عبد الحكيم هذاك اللي طرقت عليه تسمى مش بالعالية، ماشي هو اللي طرقتها، تسمى تيراو عليهم الشرطة شو واش حاصل الداخل كاش قرعة تاع السيتيران ولا تاع الأوكسجين، باسكو يديروا القرعة تاع السيتيران الداخل ويديروا لا شارج الداخل ويديروا يديروا بلان دو بلان دو، كان عندهم السيكات، كانت عندهم لا تي ان تي، كانت عندهم لا بودر نوار، كان عندهم اسمو دي كانت عندهم لا واسمو لا واسمو الحديد نتاع الدوز. شفت الحديد نتاع الدوز كيتقطعوا ب ب بتي موسو كل حبه نتاع كل حبه نتاع رصاص. نعم هذا جيت خلطوا لداخل، كانت عندهم اللونجلي، كانت عندهم يا ولدي شوف شكون يخدم لهم البومبات، كان يخدم البومبات فاميلتي يسموه نون فامي تاعو حداد ما لمتش البريمون تاعو ماشي عبد القادر، لا لا سموه حداد سان كابيتان دو ليكول دي كاني دو شرشل، سي ان بيلوت ديليكوبتير كان في السينيا ومعد ولا ارتيفيسي بروفيسيونيل فرامي ارجيريان. طلع للجبل اللي نقول لك، جاول عنده الاخوه هذه يما تحكي، يما تحكي في الدار، تحكي لها العجوز هكا وتبكي قدامي، قالت لك تبغي تقول لها العجوز، جاو خرجونا على الفلافه تاع الصباح، جاو عندهم لارمي وطرت تقول لهم قاع دارهم. نعم شو خرجوا يما، خرجوا خاوتو وبيجاو لهم الدار، ابي لارميه بيجاو لهم الدار، راني نقول لك طرت تقول لهم الدار وخلاهم برا تما، حتى ولات جات لعندنا تبكي ما كاش وين باتوا، ما كاش او طرت تقول طرت تقول العسكر واسمو الدار واسمو على جال وليدها، على جال وليدها اللي هرب بالجبل وطلع بالجبل، قالت لك واحد الخطره جاو لعندو على 10 تاع الليل، جاو الاخوه قال لك صوناو، قال لك خرج عندهم ما اسمو باباه هضر معاهم، قالوا له دي فوالا باش مسحقين وليده. نعم قالوا استنى دقيقه، خرج لعندهم هضر معاهم، قالت لك يا ودي عاود دخل رفد الباكاج تاعو وراح، قال لك من الدار بعيد ما جيناش شفناه، هذه ما تحكي. نعم الاخ حكيم درك انت درك راك خرجت للخارج، واش هو الشيء اللي خلاك انت تخرج للخارج؟ هل ترى خفت على روحك، يعني خفت باللي يقتلوك؟ هل ترى فهمت باللي راك كنت مستعمل من طرف الجهاز نتاع المخابرات ومن طرف هذه الجماعات المسلحه، وبالتالي الاعمال اللي كنت انت تقوم بها ماهيش اعمال تخدم الوطن، وانما راك كنت تقوم باعمال اجراميه، وبالتالي انت اكتشفت باللي الطريق اللي مشيت فيه انت راه طريق مليء بالمخاطر، وطريق راهو راه يؤدي الى تدمير نتاع الوطن، وبالتالي انت خرجت. واش هو الشيء اللي خلاك انت تخرج للخارج؟ انا الشيء اللي خلاني نخرج للخارج سي لا شونس نتاع الجنسيه الفرنسيه، هذا هو اللي خلاك تخرج للخارج، هذا هو اللي خلاني نخرج للخارج.
لو كلمة لو كلمتي الجنسية الفرنسية اللي عندي راني مازالني في البلاد وراني ميت ولا راني في الشرطة. أكون بس يديروا با نعم راني في الشرطة، راني في الشرطة بس قعدت في البلاد واتصلوا بيا جماعة ودخلت الغابة وهدرنا وكذا ومنا ومن بعد شميت فيهم النش لداخل، كانوا ولاد البلاد لداخل، كانوا يعني ولاد حومتي كانوا في الجبل وكذا ومنا داروا معايا سبو اسمه ولاد حومتي، ثم نعرفهم باللي ماشي مخابرات، مي هذوك البرانيين يعني اللي معاهم ما كانش الثقه، نعم ما كانش يا با كونفيونس. شوف نعم شوف شوف زيد نمد لك، شوف زيد نمد لك ان بوان برك، زيد نمد لك ان بوان. شوف لحقتني ناسيوناليتي فان 98 دوموديت الفيزا، طلعت للقنصليه نتاع فرنسا في الجي، كنت متبوع مع المخابرات جيت بيستي باسكو ميتير حتى في الجي تبعوني حتى لومباساد ريكيبري كلاس سي ان اف السيتيفيكات ناسيوناليتي فرونسيز من لومباساد لحقت للدار دومونديت فيزا، قال لك فوالا سوا تي دوموند ان فيزا سوا تي روفي تون باسبور ايسي بيس سانتيتي هنا في واسمو في القنصليه نتاع فرنسا في الجي. قلت له ودي نو ودي جو دوموند ان فيزا اي جو في بارتي اون فرانس اي جو في فير لو نيسيسيغ لا بابي سانتيتي اسمو في فرنسا. نعم شوف اقسم بالله ما نزيد لك، شوف ما نزيد لك لي كلمه لي والو. شوف بقات لي زوج سمانات باش نجي البي داخل الجيب الفيزا في الجيب السي ان في الجيب. السبعه تاع الصباح، سبعه تاع الصباح يا دو انسبكتور كي سي بريزونت شي موا، دو انسبكتور دو بوليس جاو على السبعه تاع الصباح. انا كنت راكب خرجت العجوز لقيت الشرطه قالوا لها وين راه وليدك، جات نوضاتني قالت لي حكيم لا بوليس يتحوس عليه. قلت له اسبوع عندي لا بوليس بسم الله الرحمن الرحيم مع الصباح. خرجت لهم لقيت دوز انسبكتور دو بوليس جابوا لي استدعاء، استدعاء بور روبروند ليكول دو بوليس عين بنيان. تو كومبخون كوا؟ اي واش تفهم انت اشي؟ او علاش انت في المومو هذه ما كنتش ريشيرشي ما كنتش والله كنت تخدم معاهم كنت تخدم مع المخابرات وكنت كنت تخدم مع المخابرات ألو نعم هاني نسمع فيك قلت له كنت تخدم مع المخابرات مادام راهم جاو ليك وطبطبوا عليك في البيت. ما كنتش نخدم مع المخابرات هما حبوا نخدم معاهم. شفت علاش؟ باسكو ليوت لو كولونيل ليوت لو كولونيل كيما انتيروجي وش شكون هذا؟ يسموه الحاج يسموه رشيد راهو مات قلت له صاحبته في النوبل فيل في الميتريس تاعو ضربته بالكوتور في الميتريس واسمه طبيبه في زيوزو في الميتريس ما تفهموش هكاك ولا ما على باليش اسمه قلت له اسمه الحاج رشيد ليوت لو كولونيل سيتي لو كوموندون دو سيكتور سيتي لو سيتي لوفيسي سوبيريور نتاع لو سيكتور نتاع تيزي وزو. هذا الحاج هذا ويعرف فاميلتي تكومبري با نعم يعرف فاميلتي وعندي فاميلي انا سي كوموندون دو لا دو لا مارين وكذا ومنا عندي بويا في لا مارين ايا بلان دو تروك دونك لا سي ايا بايا كي بحثنا ليت لو كولونيل انا شوف ليت لو كولونيل شوف ما عندي معاه والو. شوف سرح لي بارابور او فو تيمونياج نتاع فارين التناس زول بحريت لو كذا ومنا وقدرني على جال فاميلتي باقي راني ميت. قال لي شوف هذا شوف كي يبحث فيا هذا رشيد رشيد اللي يطلقوا عليه يسموه الحاج راه مات. شوف ولا يقول لي ما تحشمش خسر فاميلتك وتخدم مع الارهاب. تو كومبرو با دونك راه انا اللي يطلقوا عليه ما نلوموش انا شكون اللوم اللوم لي زوفيسي نتاعو هذوك الملازمات نتاعو الكلاب هذوك الطواغيت تسمى هذوك اعداء الله يا غاكا يا اللي يقول لك حمادي ناسيوناليست دي ناسيوناليست وتزنوا بالإخوة وتقعدوا مع القراع يسخافون ديك ناسيوناليست على الله اقسم بالله يا با بليك ناسيوناليست كي حنايا كي هنايا وجماعة المدينة في الجبل تكابا كي يديروا با بس تحيا الجزائر اقسم بالله غير تحيا الجزائر. شوف كونتر عليهم بالله اكبر ولا بكلام تحيا الجزائر. شوف هما اللي حبوا يخربوا البلاد يا
وهما اللي حبوا يخربوا كلش. هما مع السعيد بوتفليقة وبوتفليقة تاعهم. يا شوف ils sont en train de me dire que ouais c'est normal et tous les accords ils travaillent avec les Américains. Si il y a pas de problème pour la sécurité du pays et tout parce que mettre le souk dans maintenant. Regarde la politique des occidentaux comment elle fonctionne frère. اسمح لي الحكي تاذرك 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 راك خرجت اصبرني ما قريت ما عندي اوكي نيفو اصبرني اصبرني الاخ حكيم انت درك عندي نيفو كريمينال يا مي جو بو ميك او نيفو دي اوفيسيي سوبيريور لي خطو على الجزائر يا ولا فرنسا. فرنسا روغارد كي زون في ليبيا. شوف واش دار ساركوزي في ليبيا. شوف روغارد. اصبرني ما تنتقلش من موضوع الموضوع. اصبرني حتى باش الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا يفهموا. انت درك الان قلت لي قبيل باللي خطفوك وقلت لي باللي انت كنت مفقود. كيفاش كنت مفقود انت؟ مفقود مع الباليش مين باو كنت ديسباري مش مين باو كنت داولي السكره في راسي مع الباليش مين باو كنت ما على بالكش اللي مده 10 ايام ولا 15 يوم راك قلت باللي انت الان راك كنت في سيكتور ميليتار. كيفاش كنت حتى ابري باللي كنا على بالنا باللي كنا في سيكتور ميليتار خلاص اللي مده 10 باش الاخوه اللي راهم يسمعوا فينا يفهموا. تا دوك خرجت للخارج علاش جيت انت لراديو وطني؟ كيفاش عرفتنا؟ شفت راديو وطني باسكو لا سيكيتي ميليتير كي فاقوا باللي ما حبيتش نخدم معاهم. انا كنت في انجلترا. ايوا كنت في انجلترا اخيرا. كنت في انجلترا كي جيت لفرنسا ريحت انايا سمانه في فرنسا 10 ايام طلعت لانجلترا كنت خدام في لندن. جافي كارت بانكير كانت عندي سيكيتي سوسيال كنت خدام في الريستورون جيت كيتشن بورتير اي تو تلموش باري بانجلي وكنت ومن بعد تحت في واحد البياج ماشي بياج تما كنت واحد صاحبي وقدام منا ما كانش وين بات ومن بعد اتصلت مع الجماعه بريزونتاو لي دي زالجيريان رحت ليهم لقيتهم جماعه اسلاميه مسلحه في الانجليز كاع عاربين من البلاد وكاع في شي باس كوتلونديار. هيا قلت له هدرت مع عبد الحميد مع الاخ هذا اللي كان حاكم اسمه المسجد ساوث لندن دو لا بوليو دو لندن واحد الزاويه صغيره مسجد صغير ديسكريتو كان هو ريسبونسابل. قلت له ودي يا عبد الحميد je peux pas me permettre de rester dans la mosquée. قلت له ودي كانت عندي مشكل في البلاد وكنت قدام منا كنت مفقود وكنا منضمين الجماعه وقدام منا ما نشعش لي بروبليم باش نولي اسمه في المساجد اسمه المخابرات البريطانيه وقدام منا يجوا اسمه تميفهم كوري. هاي قال لي ما تخاف والو قال لي حنا جماعه اسلاميه مسلحه قال لي ما يخصك والو قال لي ريح حنا ما يخصك والو قال لي حتى تحفظ اللغه وقدام منا تجبد فلوس تدمد لي 40 بونس ونحلف اما نحلف هو يحلف ونقسم بالله ما نحكمهم يا عبد الحميد وهو يحلف وقدام كانت عندي فلوس كانت عندي 160 بوندا 160 بوند ايوا هاي صليت معاهم شهر صليت معاهم المغرب والعيشة بليطو صليت معاهم المغرب لقيت دي فايفيا في الكلوار تاع المسجد مخابرات لداخل دي جيتيجو تا كومبري با يخسروا فيا يخسروا فيا شو كان واحد الاخ الداخل وكي كنت مع عبد الحميد الداخل في ساوث لندن داخل المسجد داخل البيرو هنا ويهضر معايا ويقول لي انا من 93 هاربين من الجبل من 93 راني هنا في لندن وراني ما كنا بجماعة اسلاميه مسلحه وما يديروا والو عاد يقول لي اقسم بالله غنذبحوا موسم قلب عاد يقول لي شاب يا اخي قلت له صحابك قال لي شوف ما عندهم حتى سبقه قال لي ما حنا ما عندنا حتى سبقه فيهم قال لي اقسم بالله الطواغيت نقلت له قال لي شوف نقلت له بموس بموس مقلب موس حافي باش يسحب الموت على الله باش يجيبوا سكره الموت عرفتي مات دونك راه مي هو منيه مسكين نيه ما على بالوش باللي ليكيب ما فلتريه جاب دي فايفيا في لا موسكي داخل البيرو هذاك كان واحد ما كانش في سنه ما كانش على قميص ولا ما كانش باللحيه قدام دخل بالتراك كونيك دو فون بور فالستين نعم كومبرون با نعم كونيك دو فون بور فالستين هو من المخابرات بالموستاش موستاش شوف
شوف ما راسه زال قاعد في ما زال ما جاوبتنيش على السؤال نتاع الاخ واسمه الاخ حكيم، قلت لك على الاذاعه نتاع وطني، كيفاش حتى لحقت لينا؟ وراوها لك ولا كيفاش لحقت ليكم؟ كيفاش لحقت لا راديو وطني؟ كيفاش لحقت ليكم؟ راني نشوف في اليوتيوب وراني نشوف اسمه التحريات والتيمونياج نتاع الاخوه نتاع عبد الحق العياده ونتاع الاخوه اللي راهم في اسكتلندا، هذاك اللي يبكي اللي يقول لك يا ودي فوا نعم، احنا كنا صغار وباباهم هذاك اللي باباه واسمه باباه عمر تاع الكومندوس. عمر كومنداس ويد باب الواد هذاك ويبكي وقسيمه بالله ويقول لك اسمه شوف يبزق على العجوز تاعو ومن بعد قطعوا له راسه الجن هذاك. شوف شوف ربي يخلص يخلص ربي يخلص يخلص. دونك شوف لي تيمونياج، لي تيمونياج اللي اخ حكيم، دونك لي تيمونياج اللي كانوا في الاذاعه نتاع وطني هما اللي كانوا تسمى الدافع عليك على جال باش انت تجي لاذاعه وطني. مي سا ما في مال، جو في دو بارلي، جو في دو فيدي، بغيت نبرد هكذا، بغيت ننطق واش كاين، وعلى بالي شوف 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 نعم تفضل. شوف جوسكا مينتنا جوسكا مينتنا شوف راهم يهدروا دي ما على باليش واش داروا ما على باليش واش داروا. شوف كي صعدت مع اخوه هنا في هضرت مع اخوه هنا انا هضرت مع اخوه وقتها منا ميم لي زاتونتا ميم لي زاتونتا تاع 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 نتاع شارلي يبدو ها سيتي افو لاتونتا دو شارلي يبدو سيتي افو لاتونتا دو شارلي يبدو دو واحد ان موا جي روشي دي مناس بالتليفون نتاعي يبرحوا لي يقول لك شوف يا حكام تبلع فمك ولا نقتلك له كيفاش قتلنا اصحابك ما تش كومبرون كوا. واش درت سكو جي في جي ابي لا دي جي اس ديريكتومون جي ابلي شكون اللي جابي لا عيطولك؟ دي جي شكون اللي عيطولك؟ عيطولك من البلاد ولا من هنا من فرنسا؟ منا فرنسا منا فرنسا سي من دي زالجيريان، جزائريين، جزائريين اللي عيطولك ولا؟ جزائريين جزائريين وباللهجة شوف هدوك عندهم اللهجة ماشي نتاع قبيل عندهم اللهجة نتاع الشوية عربية يشوف يهضر معايا باللهجة هذيك نتاع لا بصح انت حتى انت ما عندكش اللهجه نتاع تيزي وزو. نو اللهجة اللي كنت نسمع في السيكتور ميليتير اللهجة اللي كنت نسمع في السيكتور ميليتير نتاع لي زوفيسي اللهجة نتاعهم نتاع شوية عرب ويهضروا غير بالعيب يقول لك والله غير النيفاق والله غير زيوفيك والله غير نقعدوك ونكتاو منا وانتوما هكا وانتوما هكا وتخدموا مع الارهاب وتقتلوا بوليسيه وكذا وراكم ميتين كاع. شوف جابي لا ديسيسيو جي ليزي مناسي جي ليزي مناسي وقلت لهم قلت لهم شوف فو زاريتي دو جوي فو زاريتي دو جوي افيك موا سوا فو فني فو مانكولبي دو سكو فو افي سوا فو نافي ريان كونتر موا اي سي موا كي فو انكولب سي موا كي زاريت اقسم بالله. شوف شوف لا جي انت مين بروسيدور بينال انت تجيب لي بولا حياه تاعك اسمو الفرنسا تجيب لي مرتدين انت لهنا جيب لي مرتدين بولا حياه تاعك انت اوبليك جي فيمي بلي كنا بولا حياه على البلاد بلي مرتدين بلي اعدك الله. اخ حكيم، انت من خلال اصبرني شويه، الشهادات هذه اللي سمعتها في اذاعه وطني، هل ترى الشهادات هذه فيها الصح ولا ما فيهاش؟ فيها الصح فيها الصح مي كانت حاجه شوف شوف سمعت له لعبد الحق العياده هو يكوفري في الجمال الزيتوني. واش تكوفري في الجمال الزيتوني؟ شوف هو كان في المغرب يا صح كان في المغرب بوندو دي زاني سيتي اون باز اريير تاع جيه. واش كنت وين على بالك واش كاين واش صرا في التيران؟ ما كنت في التيران سيتي با سور لو تيران دونك سي با بان دو ريفونديكي. واسمو يقول لك تاجر جيجان وكذا ومنا تاو بلي تيمونياج دو كابتن قلنا لنا كي على لندن واسمو تملاو في سكوتلاند في لابوليو دو لوند ولا ما على باليش وين راهو. شكون حسين؟ حسين كابتن او بنون كي ا روفونتي لافير دو مور كي لو جامال تدوني لوات لو ويخدم مع المخابرات. واسمو بالك واسمو لو دي لوط هذا لواطي لوط شو هو اللي قتل لوط راهو نبي يا سي محمد هو اللي قتل محمد السعيد وكان يمت في الاوامر مع عند من مع عند
معن طرطار معن طرطار ما تكومبخو كوا شوف التوفيق طيرو جابو طرطار طرطار كي سوكيب دو كوا سوكيبي دو لونتي تيروريست فوق الارهاب يا اخي هاك وكان هو كان هو فلافير تاع لي مون تي بي هذاك الكابتن رضا كي روفونديك سو يوتيوب سي مو كي زافيمي لي مون تي بي صح ولا لا ويقول لك اسمو اسمع عبد الحق طاقة وقداو منا عبد الحق البارا وقداو منا دونك لا يروفونديك بلان دو تخوك دونك لا شوف شوف انا نقول له شوف نقول لهم حاجة نقول لهم حاجة شوف الاخوة اللي يسمعوني شوف الاخوة تسمع الاخوة اللي عندهم علاقة مع الشامي نهضر نعم اقسم بالله يا اخوة يا إخوة راكم في نية راكم سيدي نايف وقسيم بالله ما شفتوا فيها والو راكم على شوف وانتم على حق وحنا حنا رانا فاهمينهم اللعب ولا ماناش فاهمين الاخ حميد حكيم ما شوف حنا في الراديو الوطني فاهمينهم اللعب ولا ماناش فاهمينهم اللعب تاع شكون نتوما نعم من خلال الراديو الوطني هذه من خلال الحوارات اللي رانا نديرو فيها نتوما على بالكم انتم على بالكم ميغ تما تلمو 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 يا دلانتوكس يا دلانفو دونك راه فو ميلونجي لي دو فاهم المهم انت فهمت حوايج من خلالنا ولا ما فهمتش؟ انا فهمت حوايج بزاف ايوا دونك الاخ حكيم نتوقفوا لهنا نخليك تستعفى تريح لانه كان المفترض هو انه عندي برنامج مع الاخوه حول مولود حمروش نتوقفوا لهنا ونخليوك ان شاء الله تريح اتمنى هو انك راك فرغت شويه نقص عليك هذاك الضغط شويه فيما بعد ان شاء الله اذا كنت تحب نزيدو نعاودو نديرو رونديفو واحد اخر عاود رتب بعض الامور راك تعاود تسمع من بعد الحوار تاعك تعاود تسمع الكلام اللي كنت تقول فيه انا عارف باللي في المره القادمه ان شاء الله تكون ارتحت شويه وتكون بديت تركز على المعلومات اكثر وتكون بديت لأنك لما تسمع روحك فيما بعد كاينة بعض الأشياء اللي تفهمها بعض الأخطاء اللي ربما تعاود تداركها في حوارات واحدة أخرى نخليك تستعفى خليك تريح ونلتقي إن شاء الله في مرة واحدة أخرى للأخ حكيم إن شاء الله السلام عليكم يا أخويا بارك الله فيك الله يبارك فيك السلام عليكم شكرا الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع نعم من أجل مساعدة وطنية حد من شيء أدو وطني